تجري في شرايينك، تتنفسها صباح مساء، كأنها الرصاص موجه إلى كسب يدك من العلم والعمل. ولتزرع الآن أخ التوحيد، الآن ازرع، خذ وازرع، ازرع، هيا ازرع، ازرع. وانظروا الآن، الآن في اللحظة التي ينزل فيها المقطع ستكون الخانة فارغة، وأنتم من سيملأها؟ فيقص الأصل لا في الولاء أو هذا، ومن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزقت بمولود سميته عبد الله، نبض قلبه وبدأت صفحات حياته، كتب قدره ونصيبه من العلم والعمل، ومن ذلك الحين مكست دهرا أعصر ذهني وأقول لو قدر لي نصحه فأي شيء أغلى له من أن يعي هذا أو هذا أو هذا. وهذا ما سيلاقيه حتما كل عبد لله إذا رشد وهم بطلب العلم. وصبرا سأوضح لك الأمر، أي صاحب همة اليوم مهما أغلق الأبواب على قلبه يبقى محاطا بأفكار ومعايير هذا الزمان تسوق له وتزوق بقدر وتفنن لم يحصل قبل في أي زمن من الأزمان. اليوم هذه لم فكاك عنها، وعصرنا من أكثر الأعصار تداخلا ومن أكثر الأعصار التي يفرض فيها على الإنسان قوالب يعيش فيها من صغره وانت محطوط في قالب. تجري في شرايينك، تتنفسها صباح مساء، كأنها الرصاص موجه إلى كسب يدك من العلم والعمل. ولا عليك سأقرب لك الأمر أكثر. الحيرة، التشتت، التخبط، هذا موضوع أصبح عنوان اليوم. يعني فكرة أننا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ماذا أفعل؟ لنقل كسب يدك أو نبت علمك وعملك هذا ثلاثة عناصر: أصل ثم وسط ثم فروع، فتأتي المحكمات أصول العقيدة والدين أولا. وهذا هو الجذر، الشرش، العصب الذي يحمل كل شيء ويمد ويسند ويشيد عليه كل شيء. أن يعرف المرء من هو الله أصلا، ما أسماؤه، ما صفاته وأفعاله، أيتكلم سبحانه، أيسمعك إذا تكلمت، أيرى، أيراك الآن، هل إذا حكم وأمر ونهى فإنه يحكم بعدل ورحمة ولو لم يتبين لك وجه ذلك، إلى آخر هذا. أن تتعرف عليه سبحانه، بل تعرف مكانه وأين هو، فكيف يهتدي أحد للتوحيد وهو لا يعرف مكان واجده. المقصود أن تعرف هذه الأمور، أن تشهد كمالها وجلالها، وعلى ذلك تلتزم توحيده سبحانه وتعالى والتوجه له والكفر بما سواه، وأيضا أن تلتزم سائر أصول العبادات العملية منها والقلبية. وهذه الأفراد جميعا، هذه تحديدا هي العنصر الأول، هي اللبنة الأولى، هي الأساس الأهم، فهي التي تحرك كل شيء، هي الغاية المعرفية والعملية الأولى للوحي، لأن أفرادها هي أغزر الأفراد وأغناه بما يعينك على ما لأجله خلق، فهي أوثقها وأقواها تأكيدا على صلة العبد
بربه وعلى عبوديته له وتسليمه له، وهي أبعد الأفراد عن المشوشات والمتعلقات الدنيوية. والمهم أن هذه الأفراد من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، أن جاءت هذه الأفراد في الوحي مرتبة، جاءت بمعناها أبيضا ناصعا، جاءت واضحة وظاهرة جدا، كررها الوحي ونوع الدلالة في الإشارة إليها، لذلك تكون مخالفة الإنسان فيها أشد والعذر له أضيق، ويكون تأويله لنصوصها أقرب للتكذيب والجحود والخروج عن ثوب العبودية. المهم يأتي بعد ذلك سائر العبادات، كذلك رتبها الوحي، منها الواضح البين في دلالة النصوص، ومنها الخفي الذي يسع فيه الخلاف، ثم أكثر المعاملات والتصرفات والسلوك والحقوق بين البشر والأقضية وقواعد البيوع والتجارة والسياسة، وهذه تشكل أكثر ساحات الاجتهاد ومواطن النظر الأوسع، لأن طبيعة عامة النصوص فيها يسمح بذلك، ويكون خلاف الإنسان فيها أكثره سائغ وإعذار المخطئ فيها أقرب. والحمد لله، هذا كله هو هيكل نبتك وزرعك، وصيانة هذا البنيان والعناية به والعمل بمقتضاه وتحري الصواب فيه كله مجمله وتفصيله والتعمق فيه هو ما تصرف فيه الأعمار. الأصول تؤسس الفروع، والفروع تعود تستمد وتشهد للأصول. هذا النبت هو خلاصة حياتك يا طالب النجاة، يا طالب العلم، تبقى ترجو سلامة نبتك وثباته ونموه حتى يثمر فتنجو. ولتزرع الآن أخ التوحيد، الآن ازرع، خذ وازرع، ازرع ازرع، هيا ازرع. إن قلت كيف سأزرع في هذا السيل هكذا، فنعم، الله شاء أن تخلق في هذا الزمان، أن ينبض قلبك هنا وتحتك سيل جارف من المؤثرات. يقال لك ازرع، والحقيقة أنك حتما ستعارك سيلا من المؤثرات الجارفة على رأسها في هذا الزمان، ذلك المزاج العام من التعظيم الشديد لمصلحة الإنسان الدنيوية بشتى صورها. يعني الذي يحصل في هذا الزمان أن منافع ومكاسب جنس الإنسان الدنيوية، سواء المادية كزيادة ماله وراحته وترفيهه وحريته وحقوقه المدنية، أو المصالح المعنوية كجاهه في الدنيا وسمعته وحفظ صيته وألا تخدش مشاعره، يجعل تحصيل ذلك وصونه من الظلم والأذى أو من مجرد إنقاص مقداره، يجعل ذلك ليس مطلبا فرعيا بالحجم الذي دل عليه الوحي وحسب، بل يرفع إلى رتبة أعلى، أو يجعل ذلك هو الهدف الديني الأول، يكون هو الأصل وهو القاعدة الذي يضحى بكل شيء ولكن لا يضحى بها، يكون هذا هو الخط الأحمر عند هؤلاء المتأثرين. وكل ذلك نتيجة لهذا النفس والتيار الذي يغشانا ويغشى زروعنا، فيميل بها ويعبث في هيكلها وترتيب عناصرها للأسف الشديد، وهو ليس تيارا واحدا. الحرص على مصلحة الجنس البشري هذا أحد المؤثرات، فهناك الكثير كلها من شأنه أن يعبث بزرعك، مثلا النفس النسوي اليوم، أو بمعنى آخر طلب منفعة ومكاسب جنس النساء المادية والمعنوية، أو منفعة ومكاسب الوطن الفلاني، أو الحاكم الفلاني، أو إمام المذهب الفلاني، أو المفكر الفلاني، أو كاتب أو أديب أو أي صالح تحبه لحسن سمته، أو الشيخ الفلاني، أو المشهور بين الناس بأنه العالم الإمام الفلاني، أو الحزب الفلاني، أو الفرقة الفلانية، أو مشروع أو جماعة كذا الدعوية، أو جامعة أو معهد أو أكاديمية كذا، أو حتى منفعة ومكاسب الشخص نفسه، أو اجتهاده الديني الشخصي، أو العلم الذي يحسنه، أو الثغر الدعوي أو العلم الذي يقف فيه، فيرفع رتبة هذا أو يجعله هو الهدف الأول، يعني يعيد تكوين هيكل علمه وعمله ليحقق أكبر قدر من هذه المصالح لهذا المعنى، لهذا المؤثر الذي تأثر به. فالأمر خطير، هو تشويه يصيب نبت العلم والعمل نتيجة لهذه المؤثرات والتيارات الجارفة. طيب إذا كانت الأولوية للعقيدة والتوحيد والأصول، ثم سائر العبادات، ثم المعاملات، فكيف يكون هذا التشويه؟ اسمع معي. يأتي البعض فيقص الأصل، نعم يزيل هذه الجذور كلها، ويقول لك يا أيها الشاب هكذا هو التدين والتنسك، ليس للعقيدة ولا للأصول فيه محلة، وإن سألته لماذا سيخبرك بألف تبرير وتبرير، لكن الحقيقة الدافع الحقيقي لهذا القص هو أنه يرى تعلم هذه الأصول لا تجلب مكاسب ولا منافع مباشرة لجنس البشرية، أو العكس أنه يرى تعلمها يقلل المنافع ويضر بالمكاسب الدنيوية لجنس البشرية، لأنه ببساطة سيدخلنا في نزاع وخلافات، وهذا يفرق صفوفنا كبشر، ولذا هو يأتي ويقص هذا الأصل، فلا تجد العقيدة والأصول في حساباته أصلا، أو برنامجه العلمي تجده يخلو من بند العقيدة، أو ترى جماعة دعوية ليس لها كتاب عقيدة معتمد، أو تسمع عن حركة إصلاح دينية للأمة ولما تقرأ الرؤية الإصلاحية والبنود لا تجد إصلاح العقيدة من أهداف هذه الحركة. فهؤلاء باختصار، اعتقد ما شئت واعبد الله عز وجل بما شئت، أو بمعنى آخر مجرد الخطأ والصواب في العقيدة لا يؤثر معهم
في شيء، لا في الولاء والبراء، ولا في درجة الإنكار، ولا في الحيطة والحذر، ولا في النصرة والصحبة، ولا في تحديد العالم الحقيقي من المتعالم. هذا كله لا يؤثر طالما تعامل البشر باحترام وتحفظ حقوقه، أو طالما أنك شخص تزيد من مصالح ومكاسب البشر الدنيوية، فهذا عندهم كاف، هذا كل ما يهم. أنت بهذا شخص متدين ومرضي عنك ولا يشوبك شيء، هذا حال هؤلاء المتأثرين. طيب، هناك صورة ثانية، ما يسمى بالقص الجزئي، يعني يأتي ويقص لكن لا يقص الأصول جميعا، بل يقص جزئية محددة، فهو يقول لك أيها الشاب، نعم العقيدة أصل مهم وزرعك لا بد أن يؤسس على هذه العقيدة، نعم، لكن من هذه الأصول هذه الأفراد على وجه التحديد يقوم بقصها ويخرجها من هيكل زرعك. لماذا؟ الدافع الحقيقي كما ذكرت لك سابقا أن هذه الأفراد المحددة لا تجلب نفعا دنيويا لجنس البشرية، أو أنها هي التي ستؤدي إلى الخلاف وتفرق صفوفنا كبشر، وبالتالي ستضر بالمصالح الدنيوية لجنس البشرية. وهذا الكلام أيضا حتى على مستوى العبادات، فيأتي هؤلاء ولا يقصون كل العبادات، بل يقولون هذا عنصر مهم في بنيان تقربك إلى الله جل وعلا، لكن العبادة الفلانية نريد أن نقصها لأنها لا تجلب نفعا للجنس البشري. طيب، إذا كان هذا مفهوم والحمد لله، انتبه الآن إلى صورة أخرى من القص، وهي صورة شائعة اليوم، صورة القص التفصيلي إن صح التعبير، وهذا قص غير متعلق بأفراد محددة بقدر ما هو متعلق بمدى التعمق في هذه الأصول والتحقيق لها وتحري الصواب في تفاصيلها. فهذا التدقيق عند هؤلاء محل للقص، ويقال لك يا أيها الشاب هذه التفاصيل ليست من هيكل تدينك وتنسكك، ويقال لك العقيدة مهمة طبعا لكن اكتفي بأصول الإسلام العام، يعني اكتفي بعناوين العقيدة المجملة وهذا فقط هو المهم، وإياك وتحرير وتحقيق التفاصيل. والتبرير لذلك هو التبرير المعتاد، أن هذا سيحدث خلافا بيننا كبشر وهذا يؤدي إلى ضياع المنافع والمكاسب الدنيوية للجنس البشري. طيب، الحمد لله أخالك لا ينطلي عليك زرع هؤلاء ولا كلامه، فهو زرع مشوه وعيبه ظاهر. طيب، إليك صورة أخرى أكثر تعقيدا، صورة القلب الكلي، وهؤلاء لا يقصون بل يسلمون بجميع العناصر، لكن بسبب هذا الجو العام من رفع مصلحة الإنسان يدني الأفراد التي لا تجلب منفعة مباشرة ويعلي من رتبة الأفراد التي لها تعلق مباشر بمنفعة الإنسان الدنيوية، فهو يفعل ذلك في جميع مسائل الدين وعناصره. فحقيقة ما سترى أنه عبارة عن قلب لهذا الهيكل تماما. فإذا كان الحق أن العقيدة وأصول العبادات هي الأول وهي الأساس، ثم سائر العبادات، ثم سائر المعاملات، عند هؤلاء تجعل تأدية عامة حقوق الإنسان وسائر المعاملات هي الأساس وهي الأصل وهي الأول، ثم سائر العبادات، ثم الأصول والأمور الغيبية. ولذلك عند هؤلاء أعظم الطاعات هي ما تتعلق بنفع الإنسان بشكل مباشر نفعا دنيويا، وأيضا أعظم الذنوب هو ما يتعلق بالاستبداد والفساد وظلم الإنسان وسوء سلوك معه، وأما أهون الذنوب فهنا ما يتعلق بالتصورات الغيبية والعقائد. وهذه الفكرة اليوم هي السائدة، أنت لو نظرت في أحوال الناس وسمعت كلامهم تجد هذا منتشرا جدا. ألم نسمع مرارا وتكرارا البعض يقول إطعام جائع خير من بناء جامع، أو مثلا الطواف على الأرامل خير من الطواف في البيت الحرام، ونحو ذلك من العبارات. بل حتى من المفارقات عند هؤلاء أن إساءة الموحد للمخالف له في التوحيد أو فحشه معه أو تعديه عليه هذا أعظم جرما من المخالفة في العقيدة نفسها. حتى اليوم وصفه بحق بأنه مبتدع أو كافر لأن ذلك يخدش مشاعره، هذا يكون ذنبا أكبر من وقوع الآخر في البدعة والكفر نفسه. الذي أمامك اليوم قلب لهيكل الدين، للأسف الشديد صار اليوم علامة تميزك في تنسكك وتدينك هو لينك وحسن أدبك مع المخالف في العقيدة. حتى سلم أولويات المشاريع الدعوية انقلبت اليوم لتدور حول مركزية مصلحة الإنسان الدنيوي، إلا من رحم ربي، لكن المقصود أن هذا تشويه واضح. ولا عجب أن كل هذا يبرر، أتدري كيف يبرر؟ أتذكر أخ التوحيد لما قلت أن من نعم الله جل وعلا علينا أن العقيدة والأصول جاءت الدلالة إلى معانيها في الوحي واضحة ومتكررة؟ هو الآن لما تأثر بالمزاج الإنساني العام تأثر فقلب عنده هذا الهيكل، والواقع الذي حصل مع هذا القلب أن الهرم الدلالي قلب كذلك إن صح التعبير. فالمتأثر هذا أصبح ينظر إلى وضوح النصوص بالمقلوب، يعني من منظوره نصوص العقيدة والأصول غدت هي الأقل وضوحا وبيانا، وبالتالي هي الأوسع عذرا، ولا ضير أن تحتمل الآراء الكثيرة، وهكذا الخلاف بين الفرق العقدية هذا في منظوره ليس سوى خلاف أكثره سائغ ولا ينبغي التشديد فيه، لأن هذا من منظوره هو مقتضى دلالة النصوص كما يظن ويتوهم. وفي المقابل مسائل المعاملات
الذات ومنافع الخلق ونحو ذلك، هذه تصبح عنده أضيق الأمور عذرا، والقول فيها يكاد يكون قولا واحدا لا يتعدد لا اجتهاد فيه، بل المخالف فيها من منظوره هو أسوأ المخالفين في الدين، وجدير أن يهجر ويحارب وأن يتبرأ منه في ظن هذا المتأثر. وإذا تأملت وجدت أساس المشكلة هذا القلب، شعر بذلك أم لم يشعر؟ والمقصود أن قلبه للدين على شناعة هذا الفعل، إلا أنه يبرر، ولن تخلو الساحة ممن يتحذلق ويشرعن هذا القلب. فعندما تغيب المرجعية في إنبات هذا الزرع ويخضع الأمر للاستحسان والأذواق، فتوقع مثل هذه الفعال. وعلى كل حال، مع صورة أخرى ولعلها الأخيرة، هي أكثر حيلة والتباسا، صورة القلب الجزئي. فهناك كالسابق يسلم بهذه العناصر، وهو يسلم بهذا الترتيب في العموم ولا يقلبه، لكن بسبب هيمنة هذا المزاج الإنساني السائد اليوم تتشوه أولوية أفراد العنصر الواحد. يعني داخل دائرة العقيدة والأصول مثلا يبدأ يختلف عنده ترتيب الأفراد عن ما هي مرتبة في الواحد، ودون أن يشعر المرء يقدم من هذه الأفراد ما له تعلق مباشر بنفع الإنسان. كل ما له تعلق سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي هذا يقدم ويجعل أهم وأعلى من غيره، غيره الذي هو حق لله محض ليس له تعلق مباشر بمنافع دنيوية، فذاك يكون أعلى عمليا وعلميا، أوضح في نظره وأعظم شأنا، ويحرص على تعليمها للناس ويقل فيها العذر لأجل هذه الأسباب. طبعا هذا في دائرة العقيدة. ولو انتقلنا إلى دائرة العبادات فالأمر كذلك، فتقدم العبادة التي لها تعلق دنيوي وتجعل هي الأهم في الدين ونصوصها هي الأوضح، والمخالف فيها أعظم جرما والعذر فيها أضيق. وكل هذا التقديم والتأخير سببه الميل العام لتقديس مصلحة الإنسان الدنيوية. والمهم أخي، بعد هذه الصور، أمر الذي غالبا ما يتدنى في جميع صور التشويه تلك هو حق الله المحض. فهذا الحق تحديدا عند تعرضك لهذه المؤثرات يصبح هو الحلقة الأضعف، وعوضا عن الاحتكام للوحي ورفع هذا الحق إلى مكانته الشريفة، هذا اليوم، هذا الحق اليوم هو الذي يقومون بإنزاله ويرفعون ما له متعلق دنيوي مباشر فوقه. وهذا الذي جرى ويجري هو الذي من شأنه أن يعبث بهذا الزرع ويفسد ترتيب عناصره ولو عمليا كما سبق. والمقصود أخ التوحيد، كثيرة هي أمثلة تأخير عوام الناس للتوحيد ومخالفاتهم لأولويته في الدين. لكن كان السؤال، أيقع في هذا الموحد الذي يطلب العلم ويهم للزيادة في العمل؟ الجواب نعم. وحاولت في هذا المقطع أن أقرب صور هذا التشويه لك، فإنك حتما ستمتحن بها اليوم، ستمتحن بشيء من هذا اليوم حينما تقف وتعلن العقيدة أولا، أو تقول نعم معرفة الله جل وعلا وتوحيده أساس كل شيء. لما تقف وتقول هذا التوحيد هو أعظم الطاعات وأكثرها نفعا للناس أجرا وبركة، أنت قم اليوم وأعلن هذا وحتما ستمتحن بشيء من ذلك. سيغشاك هذا المزاج العام من الحرص على مكاسب جنس الإنسان وغيره، وستؤثر فيك بدرجة من الدرجة إلا أن يشاء الله. فاحفظ نبتك من هذا التأثر، من هذا التبديل والقلب والعبث في الترتيب. قم اليوم وتفقد زرعك، فربما تأثر، ربما يسلم لك في التنظيم والتأصيل وتراه سليما مستقيما، لكن عند الخصومات والمشاحنات ينكشف عواره، أو ربما عند معالجتك للنوازل والترندات يتكشف هذا الخلل. فانتبه دائما أخي وابقى يقظا، كن بحق موحدا يقدم التوحيد على كل شيء علميا وعمليا وفي الواقع وفي كل اعتبار كما هو الشأن في الوحي، واستعن بالله فإنه خير معين على هذا السير الجاري. فإن حصل واختلط عليك الأمر وعظمت الشبهة عليك وترددت وقلت في نفسك أيعقل أن أهمل كل هذه المكاسب الدنيوية وأقدم العقيدة عليها، أو مثلا ترددت في صورة تقديم العقيدة الصحيحة كيف هي وكيف تكون، يعني بلا إفراط ولا تفريط، فاعلم أخ التوحيد أنه مما يعينك على تمييز الغلو من التميع من الاعتدال حقا، ويعينك أيضا على الثبات واليقين في هذا الأمر وقوفك على حال القرون الأولى في تقديمهم للعقيدة. فلا تجد أحدا أدق منهم تقريرا وتنظيرا وتطبيقا وعملا، سواء في الخصومات أو المصنفات أو الردود والتأليف. ولذلك يا أخ التوحيد، هنيئا للموحد الذي يجعل نص بعينيه حقبة السلف. وأنا في هذا المقطع حاولت أن أبسط لك ما يجري اليوم لطالب العلم، وفي الوقت نفسه أصرخ في وجدانك بأن الحل السهل القريب أن تنظر للزرع الذي كان يزرعه السلف الصالح. مصنفاتهم في العقيدة وصلت لنا وأثارهم وأخبارهم، فيمكنك اليوم أن تدرسها وتلحظ أحوالهم، ففيها يقينا التقديم الصحيح للعقيدة، فيها يقينا البناء العلمي والعقدي للشاب المسلم، فهو أمر سيختصر عليك الطريق وسيكشف لك كثيرا من الزلل والخلل من حولك. أريدك أخ التوحيد، بارك الله فيك في بداية مشوارك وطلبك للعلم، وأنت يا صاحب الهمة في تخطيطك لمشروعك الإصلاحي للأمة، أريدك أن تدرك أن لا زرع سليم ولا هيكل بناء سالم من التشويه إلا بهذا الاتباع لتلك القوة. فلا راحة ولا وحدة صف ولا اجتماع ولا عزة للمسلم إلا بأن تزرع الأجيال القادمة من المسلمين بذات الزرع الذي كان يزرع به السلف الصالح رضي الله عنهم. فأسأل الله لي ولكم الإعانة،
وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الطفل مسموح، فهو يعمل ضمن المشروع الإيراني. مع ذلك الكل من أول يوم لاحقنا معه توجهات. هذه الخلافات لم يتم القضاء عليها مؤخرا. بعد استراحة أخذتها وتأمل، رأيت أن أتجاوز القسم الثاني، قسم الردود والتعليقات هذه المرة، حتى يبقى المقطع خالصا في موضوعه، لأني أريد عونكم في أمر وهو أمر مهم غاية أنشد فيه فزعتكم وعونكم. هي مبادرة أحسب أنها تسد حاجة وثغرة، وأنها ستكون مفيدة جدا للمبتدئين في طلب العلم من مرتادي هذه المنصة. فإخوة التوحيد أعينوني بقوة، والأمر كالتالي: أريد أن أستغل هذا المقطع بشيء زائد على مادته المرئية. خانة الوصف أو خانة التعليق المثبت هذا أود استغلاله بمادة مهمة تتجدد. ما هي هذه المادة؟ باختصار، سأتتبع خبر الدروس الموجهة للمبتدئين في طلب العلم التي تبث مباشرة بصورة منتظمة أسبوعيا على هذه المنصة. أتتبع جديدها يوميا، أسجل لكم عنوانه وموضوعه ووقته، حتى تغدو هذه الخانة أو التعليق المثبت هنا مرجعا وفهرسا للدروس العلمية على هذه المنصة. هذا أملي ورجائي، وهو إن حصل فأحسب أن فيه خيرا عظيما بفضل الله عز وجل، فيه إعانة للطالب وفيه إعانة للمدرس. فهلموا يا إخوة، أنا بحاجة أن تعينوني في هذه المبادرة. مرة أخرى، لا أسأل عن الدروس المسجلة أو القديمة، ولكن أقصد حصرا من يبث الآن دروسا في العقيدة وتوحيد الله ويقرب هذا العلم الشريف للمبتدئين، أو من يبث دروسا في أصول العبادات للمبتدئين، فقه الصلاة وفقه الطهارة. عن مسائل الجذر أتكلم، فأعينوني ودلوني إليها. طالما تدرس وتعلم وتنبت أصل زرعك على السنة وعلى الأثر، والمدرس سني متبع للسلف ولو في الجملة، ويقصد تعليم الشباب العقيدة والأصول، فأنا هنا سأخدمه وأنا داعم له، وبإذن الله سأحرص على تفقد أخبار هذه الدروس يوميا. وليعني إخواني، نبهوني إن فاتني شيء. في حال أخي مررت في الفيس على إعلان دروس تبث في اليوتيوب، أخبرني، أو مررت في التليجرام على إعلان كذلك، أخبرني، أرسله فورا أو علق به هنا أو حيثما شئت. المهم أن يصلني خبره، ولكم مني أن أسجله وأسجل وقته وأعلن عنه في هذه الخانة، فإني أحسب أن هذا سيكون فيه خيرا لإخوانكم ممن تعلو همته ويسأل أين أبدأ. ولا أخفيكم، لدي فضول أن أعرف عدد هذه الدروس، لأنها إن كانت قليلة فهذه مناشدة ورجاء للقادر أن يشرح للمبتدئين العقيدة ويعلم الناس توحيد الله جل وعلا في بث مباشر، ويلتزم معهم ويتواصل معهم ويكون ربانيا، فأن أنشده وأرجوه أن يبتدئ. وله مني هنا إعلان مجاني إن صح التعبير، وعيب أن أقول هذا، هذا ليس منا، بل هذا أقل حقوقك علينا يا معلم الناس التوحيد وأصول الدين. وانظروا الآن، الآن في اللحظة التي ينزل فيها المقطع ستكون الخانة فارغة، وأنتم من سيملأها، أنتم من سيبقيها حية في القادم من الأيام. فلا يتحمسن أحدكم الآن وينسى بعد أسبوع أو شهر أن يدلني على الجديد، فأعينوني. ولا تنسوا أن من سبق فاز، وأنا بدوري بإذن الله سأبقيها حية بطريقتي. أنا في كل المقاطع القادمة بإذن الله ستكون لي في نهايتها مذاكرة لكم، مذاكرة في هذه البثوث تحديدا، سأمتحنكم فيها بسؤال أو سؤالين، سأستمع لها بالقدر المستطاع، وسأستخرج منها أسئلة فريدة لا يتفطن لها غالبا إلا من حضر هذه المجالس، حثا لكم على الالتزام وتشجيعا لغيركم للانضمام. فأخذ توحيد، يا من تسمعني ويتفجر فؤادك همة وترجو فضل ربك، ولم تجد غير هذه المنصة لتطلب فيها العلم وتلتزم دونك الآن خانة الوصف أو التعليق المثبت، ففيها الدروس العلمية التي تعقد الآن للمبتدئين. أنا وإخواني يتتبعونها لك يوما بيوم، وأحدث القائمة كلما ظهر جديد، فاستعد وشمر وتخير منها ما تشاء، وابدأ والتزم، فإن اليوم زمن الرجال وهذه المجالس مصانعهم. ألقاكم أقرب مما تظنون إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.